فندم احنا هنا شركه او يو دي لشريون لجمعيه عمرانيه. طبعا بقالنا حوالي 25 سنه في السوق، بس اثناء الفتره اللي فاتت دي اخر سنتين او ثلاثه بدانا نبص للسوق بطريقه مختلفه. بنعمل للعميل المنتج اللي هو بيدور عليه، بس في نفس الوقت بنحط في اعتبارنا السعر يبقى مناسب. مش معنى ان الخدمات كويسه والمساحات مرغوب فيها والمناطق كويسه ان احنا لازم نطمع وان احنا نعلي في اسعارنا. انا ممكن اقول لحضرتك الدروع اللي موجوده حواليا دي، اول واحده عندنا الدرع ده جائزه افضل مشروع سكني في مصر سنه 2018، ودي جائزه عالميه من شركه سيتي سكيب العالميه. طبعا شركه سيتي سكيب اي حد في العقارات عارفها، دي بتعمل اكبر معارض للتطوير العقاري في مصر وفي الشرق الاوسط كلها. احنا طبعا حصلنا على الجائزه الاولى بخصوص المشاريع السكنيه وبخصوص مشروع بتاعنا اللي هو كوربا رويال ريزيدنس، فده الدلع بتاع الوينر اللي هو رقم واحد افضل مشروع سكني في مصر. الدلع اللي بعديه ده من شركه بيزنس توداي البي تي 100، هم الثلاثه اكشلي. اول واحد اخذناه بخصوص مجموعه النساجين الشرقيون والابتكار في المجموعه، وان المجموعه بتكبر سنه عن سنه كل سنه. واللي بعديه طبعا اللي واخده الاستاذ فريد خميس على اساس ان هو قائد الصناعه في مصر وللقطاعات المختلفه. اخر دلع ده اخذناه كشركه او يو دي للتطوير، وعلى اساس ان احنا اكتر شركه بتطور في مجال التطوير العقاري في مصر. فهم دي الادلاع السنه دي. انت حضرتك النهارده مشرفنا في معرض عقاري العالمي، زي ما حضرتك شايف اكبر جناح في المعرض، معانا عدد بياعين فوق ال 120 بياع، والحمد لله احنا حاسين بالعكس، لا ان السوق فيه نهضه، السوق لسه فيه نهضه، مش زي ما البعض بيقول السوق ما بيقعش، السوق ما بيهديش. الفكره ان بيحصل تبادل مناطق. لما منطقه بيبقى سعر مترها بيزيد جدا، العميل بيبدا يدور على منطقه اخرى. لو حضرتك بصيت يعني لو بصينا للتاريخ، ليه بنسيب مصر الجديده ومدينه نصر ووسط البلد؟ بنسيب الشقق ال 120 و 150 عشان نسكن في فيلا او في تاون هاوس، هو ده كان الحلم. لو بصيت على السوق العقاري اثناء 2011 12 13 هتلاقي كان ده الفكره. النهارده الاليه اتقلبت، الناس بتبيع الشقه ال 150 في مصر الجديده عشان تسكن في شقه 100 متر في التجمع الخامس. ففين الحلم؟ الحلم راح. فالفكره ان التجمع الخامس مثل والشيخ زايد اسعاره بقت غاليه جدا، فالحلم راح. الحلم ان احنا هنبيع الشقه اللي في وسط المدينه ونروح في كومباوند على طرف المدينه عشان نعيش، يبقى فيه جناين اماميه وجناين خلفيه، ويبقى فيه مجتمع راقي ويبقى مجتمع راقي وفيه خدمات مختلفه، بقى اغلى النهارده. فالناس بتبدا تدور على اسواق بديله مثل العبور، مثل العاصمه الاداريه الجديده، لان في الاخر السعر متر هو عنصر اساسي في الاختيار العميل المشروع بتاعه.